تحية لكم مشاهدينا، وهذا لقاء الأسبوع معكم على شاشة النيل وإفريقيا، نظرة على شأن الإفريقي بكل ما يتعلق بقضايا القارة السمراء الساخنة وأهم الملفات التي تشغل شعوبها. نبدأ معكم كالمعتاد بنظرة على أهم أحداث القارة الإفريقية على مدار أسبوع، ونبدأ بمسار التفاوض فيما بين مصر والسودان وإثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي. آخر التصريحات التي صدرت عن وزارة الموارد المائية والري بخصوص هذه المفاوضات، إعادة التأكيد أن قضية السد تحظى باهتمام القيادة السياسية على أعلى مستوى، وأن القيادة السياسية تتابع باهتمام بالغ نبض وقلق الشارع المصري، حيث تجري المشاورات المكثفة بين كافة الأجهزة المعنية لاتخاذ موقف موحد لمواجهة المفاوضات كثيرا في الوقت الذي تتقدم فيه عملية البناء على الأرض بصورة مثيرة للقلق. وقال وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي أن التنسيق والتشاور ما زال مستمرا بين وزارات الخارجية والري بكل من مصر والسودان وإثيوبيا للتوافق حول الموعد المناسب لعقد الاجتماع السداسي. من ناحية أخرى، خاطبت مصر إثيوبيا حول تصريحات نسبت لوزير خارجيتها، الأمر الذي أثبتت أديس أبابا عدم دقته. معي عبر الهاتف الدكتور علاء ياسين مستشار وزير الري للسدود. مساء الخير دكتور علاء. اهلا وسهلا، مساء الخير. يعني التصريحات من الجانب المصري على المستوى الرسمي بعد يعني فتره طويله تعرف فيها عن الامل في الحدوث الى توافق، تبدا التصريحات تاخذ اتجاه انها يعني تتفهم قلق الشارع المصري تجاه القلق، واشارت ايضا الى المعدل السريع لبناء اثيوبيا للسد، يعني ما معنى ذلك؟ لا، هو طبعا يعني القلق موجود باستمرار، واحنا في مرحلة تفاوض ما بين الثلاث دول بخصوص سد النهضة، ووصلنا المرحلة في الجولة الأخيرة اللي هي كانت الجولة التاسعة لاجتماعات اللجنة الوطنية الثلاثية اللي عقد في القاهرة، ان احنا عرضنا عناصر القلق المصرية بوضوح، وطلبنا ان زي ما حضرتك تفضلتي قلتي تسارع العمل في الموقع وعدم بدء الدراسات حتى الان لتحديد اثار انشاء سد النهضه على مصر والسودان. ونظرا لان اللجنه الوطنيه الثلاثيه لها مهمه محدده اللي هو اجراء الدراسات الفنيه. وبالتالي احنا في هذا الاجتماع طلبنا عقد اجتماع سداسي لوزراء الري والخارجيه في الدول الثلاثه يجتمعوا في أقرب فرصة ممكنة بحيث نبحث في المسار الفني والسياسي الاثنين معا، ونشوف ازاي نقدر نبتدي في الدراسات في أسرع فرصة ممكنة. نعم، بس بشرط ان احنا نتأكد ونشوف آلية او منظومة تأخذ في الاعتبار الشواغل المصرية وعناصر القلق. طيب، وجود وزراء الخارجية سيحسم الموقف سياسيا بعد جولات مستمرة ومتواصلة من التفاوض مع الأسف يعني كنتيجة ملموسة ومحققة لم تثبت شيء حتى الآن؟ هو المسار السياسي مستمر ما انقطعش، يعني هم في مسارين ماشيين متوازي مع بعض اللي هو المسار السياسي والمسار الفني. المسار الفني كما قلت لحضرتك هو بيختص بموضوع إجراء الدراسات. نعم. بما ان الدراسات ما ابتدتش لغايه دلوقتي، فاحنا عايزين نشوف طريقه نضمن فيها ان احنا لما نعمل دراسات ان نتائج الدراسات دي تتنفذ على الارض. نعم. بمعنى ان ما تظهرش نتائج الدراسات في فتره متاخره. فاحنا عايزين نشوف ايه اللي ممكن ان احنا نتفق عليه سياسيا وفنيا الاثنين مع بعض في الاجتماع السداسي بحيث نضمن تنفيذ توصيات الدراسات. أشكرك جزيلا دكتور علاء ياسين مستشار وزير الري للسدود. نفى وزير الخارجية السوداني كل ما تردد حول إغلاق الحدود المصرية السودانية، مؤكدا أن هذه الحدود هي مؤمنة بشكل تام ومنظمة من قبل الجانبين المصري والسوداني. وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور قال اليوم أن أي عمليات تهريب تتم للسودانيين إلى إسرائيل تقف وراءها شبكات استخباراتية مضادة، مؤكدا أن جزءا من التحريات سيكون البحث عن هذه الشبكات التي تحاول إغراء الشباب السوداني للتسلل إلى إسرائيل. كما كشف الوزير السوداني عن تشكيل مجلس للعلاقات الخارجية برئاسة الرئيس عمر البشير
مؤكدا أن هذا القرار سيصدر قريبا. انطلقت فعاليات الدورة 15 للملتقى الصناعي الدولي في إفريقيا والشرق الأوسط بمشاركة أكثر من 250 شركة دولية ومصرية. الملتقى تضمن 4 معارض متخصصة في المجال الصناعي، وهي تنافست في عرض آخر منتجاتها من معدات وأجهزة. انطلقت فعاليات الدورة 15 للملتقى الصناعي الدولي بمشاركة أكثر من 250 شركة دولية في مختلف المجالات الصناعية. المعرض السنة دي هي الدورة 15 للمعرض، وهو مقام على مساحة 25 ألف متر، وبيشارك فيه أكثر من 250 شركة مصرية وأجنبية، وبتمثل ماركات في حدود 1000 ماركة. ده أقوى حدث صناعي بيتعمل في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا. ده 4 معارض صناعية بتتعمل مع بعض في نفس الوقت، كلها تحت سقف واحد. معانا شركات جاية من ألمانيا، شركات جاية من اليابان، شركات جاية من الصين، شركات جاية من تايوان. ده بتطمن الناس، بتقول لهم إن الصناعة في مصر بتتقدم وفي تطور دايما، والمعرض السنة دي أكبر بكتير جدا من السنة اللي فاتت. الملتقى يشمل 4 معارض متخصصة في المعدات والأجهزة الخاصة بالقطاع الصناعي. منذ أكثر من 15 عاما ونحن نطور علاقات متميزة مع السوق المصرية، وهذا المعرض فرصة لعرض آخر منتجات شركتنا. التوجه بتاع الإدارة العليا في ألمانيا وفي اليابان إن احنا نفتتح دايركت بيزنس أو تسويق مباشر في أفريقيا، والحمد لله اخترنا مصر انها تكون المركز الرئيسي لافريقيا كلها. فمصر هتكون المركز الرئيسي. عاملين حاليا استثمارات في مصر مبدئيا حوالي 150 مليون جنيه. الشركات الدولية المشاركة في المعرض اكدوا على اهمية الحدث، خاصة انه نظم على ارض مصر، وذلك لاستهدافهم العمل في السوق المصرية الواعدة. من مركز المؤتمرات الدولية على منتصر النيل. أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن هجوم حافلة الأمن الرئاسي الذي وقع في تونس. وطبعا هذا الحادث الإرهابي تلا إجراءات أمنية مشددة قامت باتباعها السلطات التونسية فيما يتعلق بحظر التجوال. أيضا من أهم الإجراءات التي اتخذتها تونس بعد هذا الحادث الإرهابي هو إغلاق حدودها مع ليبيا لمدة 15 يوما، مع تجديد الرقابة على الحدود البحرية والمطارات، وذلك بعد اجتماع المجلس الأعلى القومي الذي أشرف عليه الرئيس الباجي قائد السيسي. في محاولة للسيطرة على تسلل الإرهابيين القادمين من ليبيا، أعلن مجلس الأمن الوطني برئاسة الرئيس التونسي الباجة قايد السبسي غلقا مؤقتا للحدود البرية مع ليبيا لمدة 15 يوما في عقب تفجير حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة وتبني تنظيم داعش الإرهابي العملية. وأقرر المجلس أيضا تشديد المراقبة على الحدود البحرية والمطارات واتخاذ إجراءات عاجلة في حق العائدين من بؤر التوتر في إطار قانون الطوارئ. وترتبط تونس وليبيا بحدود برية مشتركة تمتد على مسافة 500 كيلومتر، وبدأت السلطات التونسية منذ الصيف الماضي في بناء سياج حدودي بطولة 200 كيلومتر، كان منفذا اعتداءي بارتو وسوسة في مارس ويونيو الماضيين قد تدربا على استخدام السلاح في ليبيا. ومن بين قرارات المجلس توظيف 3000 عنصر جديد في الأمن، ومثل هذا العدد في الجيش خلال العام القادم. وزارة الداخلية التونسية من جهتها أفادت بأن المادة المتفجرة المستخدمة في العملية الأخيرة هي نفسها المستخدمة في أحزمة تم ضبطها العام الماضي وكانت مهربة من ليبيا. وقد وصف رئيس الوزراء التونسي الاعتداء بالخطير جدا، موضحا أن اعتدائي باردو وسوسة كان هدفهما ضرب الديمقراطية الوليدة في تونس والسياحة، في حين أن اعتداء الثلاثاء استهدف أحد رموز الدولة بالإضافة إلى زعزعة أركان البلاد. كانت العملية الإرهابية الأخيرة قد أسفرت عن مقتل 12 عنصرا من الأمن الرئاسي في وسط العاصمة تونس بعد تفجير حافلتهم في عملية انتحارية.
بدأ جيش جنوب السودان الموالي للرئيس البكار ميردات الانسحاب حول جوبا قبل أيام من الموعد المحدد لتفعيل اتفاق السلام الموقع مع المتمردين بقيادة نائب الرئيس السابق رياك ماشار. قيادة جيش جنوب السودان بدأت بتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالأمن بموجب اتفاق السلام والتي تنص على إعادة انتشار القوات المتواجدة في جوبا. كانت هذه مجموعة من أهم أحداث القارة على مدار أسبوع. أما الملف الذي نطرحه معكم لنقاش في هذه الحلقة من إفريقيا، الانتخابات البرلمانية التي أوشكت على الانتهاء بعد إتمام جولة الإعادة في الأسبوع المقبل للمرحلة الثانية. هذه الانتخابات سنتناولها من جانب المتابعة الدولية والإفريقية من عدة منظمات وعلى رأسها الكوميسا التي حرصت على إفادة بعثة كبيرة تمثل كبار المسؤولين والممثلين لهيئات المجتمع المدني فيها لمراقبة هذه الانتخابات. وبنظرة عامة على مجمل التقارير التي صدرت سواء من الكوماسا أو من الجامعة العربية أو من عدد من المنظمات الدولية التي تابعت هذه الانتخابات، كان الإشادة بالتنظيم الجيد للانتخابات هو القاسم المشترك فيما بين هذه التقارير. أما الملحوظات التي رصدتها اللجنة فهي متعلقة أي مشاكل ممكن تحدث في أي دولة تنظم مثل هذه الانتخابات البرلمانية في دولة كبيرة مثل مصر. نقترب معكم من هذه البعثات ومنها بعثة الكوماسا التي نستضيف في هذه الحلقة من إفريقيا منسقة البعثة فيها لترصد لنا أهم ما رصدته من نقاط والنظرة العامة في أعقاب متابعة هذه الانتخابات البرلمانية في مصر بعد متابعة هذا التقرير. مصر على أعتاب إنجاز الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل التي أقرت بعد ثورة 30 من يونيو بجولة الإعادة في المرحلة الثانية والأخيرة من الانتخابات البرلمانية ليكتمل بذلك مجلس النواب. وخلال إجراء هذه الانتخابات قامت العديد من المنظمات العربية والدولية بمتابعتها، ومنها البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات البرلمانية ومؤسسة ماعت للسلام وبعثة الكوميسا وبعثة جامعة الدول العربية. هذه المنظمات أعربت عن ارتياحها للإعداد والتنظيم الجيدين لعملية الاقتراع وللأجواء السلمية التي جرت في ظلها هذه المرحلة والتي خرجت متوافقة مع المعايير الدولية. وأكدت المنظمات على الدور المهم للجنة العليا للانتخابات في تطبيق ما نص عليه هذا القانون في المادة 36 بشأن مرتكبي هذه التجاوزات وإحالتهم إلى النيابة العامة حال ثبوت المخالفات بحقهم، ما قد يحد من هذه الظاهرة السلبية. ورصدت هذه المنظمات بعض السلبيات والتي تتمثل في تراجع قدرة الأحزاب على الحشد وانخفاض تأثيرها في الشارع المصري. بينما أكدت بعثة الكوميسا على أن الانتخابات البرلمانية في مصر تمت في جو اتسم بالسلم والشفافية والدقة وتمتعت بالحماية والأمن، وأن ما تم النص عليه في الدستور تم تنفيذه بصورة كاملة نحو استكمال الخطوة الأخيرة في خارطة الطريق السياسية، مشيرة إلى أن بعثة المتابعة لاحظت حدوث بعض التحسينات في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية. وأوضحت البعثة على أن مشاركة التجمع في مراقبة الانتخابات إنما جاء لدعم الشعب المصري في هذه العملية المهمة، معتبرا أن هذه الانتخابات خطوة مهمة لعودة دور مصر المستقرة والآمنة في تعميق وتعزيز التكامل الإقليمي ككل والتجارة البينية بين دول القاهرة الأفريقية. تقرير بعثت الكوميسا في متابعة هذه الانتخابات البرلمانية أكد أنه الانتخابات تمت في جو اتسم بالسلم وبالشفافية والدقة، وتمتعت هذه الانتخابات بالحماية والأمن الجيدين، أن ما تم النص عليه في الدستور تم تنفيذه بصورة كاملة نحو استكمال الاستحقاق الأخير في خارطة المستقبل. لافتا إلى أن البعثة لاحظت حدوث بعض التحسينات في المرحلة الثانية على وقع ما تم نقله من ملاحظات في تقريرها في أعقاب المرحلة الأولى إلى اللجنة العليا للانتخابات. هذه النقاط وغيرها سنحاول أن نتعرف عليها مع ضيفتنا في إفريقيا هذا الأسبوع السيدة أودات موتانجوها، وهي منسقة بعثة الكوميسا
المختصة بمراقبة ومتابعة الانتخابات البرلمانية في مصر. أهلا بك سيدة أودات موتانجوها، أهلا بك معنا في مصر وفي هذه الحلقة من إفريقيا. شكرا جزيلا. فلنبدأ بيعني انتقاد العام في أعقاب متابعة هذه الانتخابات، ونعلم أن وجود مراقبين في أي انتخابات تجري في أي بلد هو يعني من أكبر دلائل الديمقراطية. نعم. بعد لي بدء أود أن أشكركم على دعوتي لهذا البرنامج واستضافتي. نحن سعداء أن نكون جزء من هذه البعثة لمراقبة الانتخابات في مصر، حيث يقوم الشعب بانتخاب أعضاء البرلمان وممثليهم في البرلمان. في أي انتخابات الكوميسا لديها خبرة كبيرة في متابعة الانتخابات في البلدان الأعضاء والدول الأعضاء. ليست هذه هي المرة الأولى التي نكون فيها بمتابعة الخبرات. نحن لدينا خبرات كبيرة في هذا المجال. نحن هنا وكنا هنا أيضا خلال الانتخابات البرلمانية عند انتخاب الرئيس. وكما قلت بأن هذه عملية مستمرة. نحن أتينا هنا في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، ونحن نستكمل عملية المتابعة للانتخابات في المرحلة الثانية. في الجولة الأولى كان لدينا عدد من المتابعين، بعضهم من أعضاء البرلمان ورئيس البعثة السيد موتاتي لم يتمكن أن يكون معنا اليوم، وهو سيكون على رأس البعثة في مرحلة مقبلة. شكرا. أكيد. وأنت تشرفين يعني سيدة موتانجوها كمنسقة لهذه البعثة، ويعني إذا ما تحدثنا عن التنسيق فيما بينكم وبين اللجنة العليا للانتخابات واللقاءات التي حرصتم على عقدها مع المسؤولين في مصر لتسهيل عملكم في متابعة الانتخابات البرلمانية والرد على جميع استفساراتكم. هذه المرحلة الثانية من الانتخابات. نحن كنا في المرحلة الأولى هنا، وكان هناك العديد من المشاورات بين رئيس البعثة على مختلف المستويات، اجتماعات تشاورية من بينها اللجنة العليا للانتخابات وعدد من الوزارات، وزير الخارجية، وزير الشؤون البرلمانية، الأحزاب السياسية، وأيضا التشاور مع الأحزاب السياسية وممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وأيضا متابعين من منظمات دولية مثل الاتحاد الأفريقي وغيرها من أجل التشاور عبر هذه الاجتماعات بشأن ما نلاحظه من عندما يكون هناك وجهة نظر مختلفة، ونحتاج إلى معلومات ونحصل عليها من خلال أطراف معنية مختلفة. وبالتالي قمنا بالتشاور مع اللجنة العليا الانتخابية في مصر، وقد أطلعونا كيف سيتم إجراء الانتخابات، وأيا كانت المعلومات التي تلقيناها فقد أخذناها بعين الاعتبار، ورأينا كيفية الاستعداد بشكل جيد لهذه الانتخابات. كان هناك أيضا قضاة مختلفين في لجان انتخابية مختلفة، ورأينا ذلك. رأينا تأمين اللجان، كان هناك أيضا تأمين جيد للانتخابات حيث تمت الانتخابات في أجواء أمنية عالية. أيضا اللجنة العليا للانتخابات أيضا أطلعتنا على العديد من التفاصيل. نعم. والتي استفدنا منها. نعم. طيب، فيما بين المرحلتين كانت هناك يعني فترة حوالي شهر، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، الأهم الاختلافات التي يمكن أن ترصدينها على واقع التقارير التي تقدمتم بها في أعقاب المرحلة الأولى.
حقيقة كل الانتخابات التي تجرى طبقا للقانون المصري، سواء كانت هذه في الجولة الأولى والجولة الثانية، هناك إرشادات يتبعها القائمون على الانتخابات. كان هناك اختلاف طفيف يمكن الإشارة إليه بشأن الإقبال، بعض اللجان شهدت إقبالا، بعض المحافظات شهدت إقبالا أكثر مقارنة بالمرحلة الأولى. هذا يعتمد على الموقع. أن أودت نتحول إلى مؤتمر صحفي من موسكو مباشرة يجمع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الفرنسي فرانسوا أولاند.